اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هكلمكم عن الصابون المغربي اللي استخدمته اخر فتره، وهو الصابون بتاع موريكان اويل. بس قبل ما اتكلم معاكم عن الصابون وتفاصيله، عايزه اعرفكم الاول ايه هي اهميه الحمام المغربي، او ليه بنعمله اصلا. الحمام المغربي بيساعد على ان انت تفتحي مسام جسمك، وبالتالي هتقدري تزيلي كل الجلد الميت وكل اثار الحبوب، وكمان تقدري مع الاستمراريه على عمل ان انت تعملي الحمام المغربي، يعني بيزيل جلد الوزه اللي هو الشعر اللي بيكون مكتوم تحت الجلد ده. مع الوقت بتقدري تتخلصي منه، بس بشرط ان انت يعني تستمر على ان انت تعملي حمام مغربي، يعني مرة كل اسبوع كويس جدا. لو مش هتقدري مرة كل اسبوع، يبقى مرة كل اسبوعين، يعني مرتين في الشهر ده اقل حاجة عشان تشوفي نتيجة لعلاج جلد الوزة. عايزة اقول لكم برضو ان هنتكلم عن الصابون ده بكل تفاصيله. الاول، الصابون ده اللي معايا النهاردة هو بزيت الزيتون، هو فيه منه كذا نكهة وكذا او كذا ريحة، يعني في منه بالياسمين، وفي منه بخلاصة قشر اللوز، وكمان في بالعود، وفي بزيت الأرجان. بس انا ما اعتقدش يعني ان موضوع الريحة ده هيفرق قوي او كده، لان ريحته هي مش بتبان اصلا، او ريحته كمان مش لطيفة، يعني مثلا هي مش حلوة ومش وحشة برضو، بس هي ريحة صابون مغربي عادي جدا. فما اعتقدش يعني ان موضوع الريحة ده هيفرق في حاجة. عايزة اقول لكم برضو ان الصابون ده، عايزة افتحه لكم واوريكم الملمس بتاعه، وده شكله من جوه. هو انا مستخدمة منه بقالي فترة بستخدمه، فالفكرة فيه ان هو ملمسه طري وناعم، يعني بيبقى سهل ان انت تفرديه على الجسم كله. فبالتالي يعني الكميه الصغيره منه او اقل كميه صغيره منه هتلاقيها كفه الجسم كله. عايزه اتكلم معاكم برضو عن السعر بتاعه. هو سعر الحجم الكبير ده تقريبا 100 جنيه، وفي منه حجم صغير بيبقى يعني زي برطمان صغير كده، ومعاه بيجي في العلبه بتاعته ليفه مغربيه، اعتقد ده بيبقى سعره 85. فتقريبا الفرق السعر يعني هو مش كتير بالنسبة لي الحجم بتاعه، يعني ده حجمه كبير جدا بس مش بيجي معايا ليفة مغربية. لكن لو انتي ما عندكيش او اول مرة تعملي الحمام المغربي، فانصحك تجيبي الحجم الصغير افضل، يعني لانه بيبقى جاي معاه ليفة مغربية اصلية. لكن لو انتي هتشتري الحجم ده، فالمفروض ان انتي بقى اصلا عندك ليفة مغربية كويسة، لان تحس ان الفرق اصلا عشان تحس بنتيجة الحمام المغربي وانها تفرق معاكي وتلاحظي فرق في ملمس الجلد، اللي اكتشفت ان هو ملوش علاقة بالصابون قوي، هو ليه علاقة بالليفة، ان انتي تستخدمي ليفة تكون اصلية. لان يعني اعتقد ان كل اللي في المحلات دلوقتي بتبقى كلها تقليد، فلو انت هتجيبي الاصليه اعتقد انها اكتريتها بتتباع اونلاين من سيلر، في يعني من سيلر في الجروبات وكده، ممكن تطلبي ليفه. فلو انت مش هتعرفي تطلبي من مثلا من سيلر او كده، تقدري تطلبي يعني تختاري بقى اللي هو الحجم الصغير اللي بيبقى جاي معاه الليفه. عايزه اوريكم، انا جبت كذا ليفه قبل كده اصلا، وكانوا يعني وحشين جدا، ما استفدتش باي حاجه. كان في اول حاجه اشتريتها كانت كده زي يعني الليفة كأنها ليها وش خشن جدا، والوش التاني بيكون ألطف شوية أو أنعم شوية، يعني تحس إنها سكوتش مواعين يعني ملهاش علاقة خالص بالحمام المغربي أو بالليفة المغربية. يعني تاني حاجة أنا اشتريتها بعدها، بس دي بصراحة أنا فتحتهاش في المحل، يعني أنا اتفاجئت بيها في البيت، يعني ملهاش علاقة برضو. شايفين؟ أنا عمري ما شوفت ليفة كده، يعني حتى ملمسها معرفش، ملمسها مش عارفة، غريب. فمنصحش ان انت لو مش هتعرفي تشتري ليفه مغربيه اصليه، يبقى تختاري الحجم الصغير، وبعد كده تقدري تشتري الحجم الكبير ده بعدين. يعني هو فرق بصراحه، الفرق في السعر مش كتير، بس الفرق في الحجم كبير جدا، يعني التاني اصغر. في اخر ليفه اشتريتها، انا طالبه والله واحده اونلاين بس هي لسه ما جاتش، فاخر ليفه اشتريتها كانت من الماركه دي اللي هي ماركه طيبو. الماركه دي هي يعني الليفه المغربيه بتاعتها هوريها لكم، هي تحس انها كانها قماش، يعني او قماش شيفون اهي، مش عارفه بقى اوضحها لكم ملمسها ولا ايه، بس شايفين شكلها اهي. هي دي الليفه اللي انا اشتريتها، اللي هي ماركه طيبه دي، عشان استخدمها مع الصابون المغربي ده، لان انا ما كانش بصراحه عندي ليفه اصليه.
فبصراحة الليفة دي حسيتها يعني احسن ليفة انا استخدمتها في كل المكرونات اللي انا قلتها لكم دي، اللي هي واحدة زي سكوتش معين وواحدة اللي هي فيها جليتر بتلمع دي، ف دي هي اللي شفت منها نتيجة، هي دي اللي بتنزل اللي هي الفرافيت كده الصغيرة بتاعت لما بتعملي الحمام المغربي، هي دي اللي شفت معاها بصراحة نتيجة. فانا زي ما بقول لكم انه مش هيفرق اي موضوع ان انت هتختاري صابون مغربي عامل ازاي، هي الفكره كلها في الليفه، ان انت تختاري ليفه كويسه. وزي ما قلت لكم هي اكتريتها بتتباع اونلاين في الجروبات، يعني مش بتبقى موجوده في المحلات. بس عايزه اقول لكم على نوع وحش جدا ما حدش يجيبه ابدا، عشان انا جربته، يعني النوع ده من الصابون المغربي. هو في منه صابون، هي علبه يعني بيبقى باكج كده جاي مع بعضه، في الصابون وفي الطمي اللي هي المركزي، يعني ده أسوأ حاجة ممكن تجيبيها بصراحة. أنا جبته فترة واستخدمته أول مرة، ما كانش يعني أنا زي ما وريتكم إن الصابون ده ملمسه كده يعني زي معجون، وبيكون يعني بتفرديه على جسمك. التاني كان عبارة اللي هو الماركة اللي أنا بوريها لكم دي، كانت عبارة عن زي صابون سائل المواعين بس لونه أسود. أنا استخدمته مرة أو اتنين ما شفتش أي نتيجة منه، بس مع ال ان انا استخدمته مره او اتنين وبعدين ركنته، يعني ما كنتش شايفه منه نتيجه بصراحه. لقيت ان اللون الاسود ده اتحول للون اخضر او ازرق، اللي هو زي البريلا بتاع غسيل المواعين ده والحاجات دي، يعني استغربت جدا ان هو كان لونه اسود، يعني انا شارياه لونه اسود اتحول بعد كده للون الغريب ده. فما انصحش ابدا ابدا اي حد يجيب الماركه دي، لانه اصلا حاساها يعني معرفش، يعني هو الطمي المغربي ممكن هو اللي كويس شوية، لكن الحمام المغربي منه الصابون المغربي وحش جدا، ما انصحش اي حد بيه. لكن الصابون ده حلو جدا، الكمية الصغيرة منه بتكفي معاكي، الحجم كبير جدا على سعره، هيكفي معاكي شهور. يعني زي ما قلتلك ان انت لو ما عندكيش ليفة مغربية اصلية فانت تشتري الحجم الصغير منه، لو هتقدري تطلبي ليفه اونلاين مثلا بس تكون اصليه يبقى تمام، اختاري الحجم ده، هو موفر جدا معاكي وهيفضل فتره طويله. بتمنى اكون فدتكم، الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناه، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.